أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تطورات الوضع العسكري في شبوة. قالت مصادر حكومية أن قوات الجيش والأمن فرضت سيطرتها على مدينة عتق بعد ساعات من المواجهات العنيفة مع مسلحي المجلس الانتقالي التابع للإمارات في شبوة. هذا وكانت قيادة محور عتق العسكري التابع للقوات الحكومية قد دعت قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا إلى الانضمام للمحور وتجنيب شبوة المعارك. إلى ذلك اتهم الناطق باسم الحكومة راجح بادي اتهم قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بتفجير الوضع العسكري بمحافظة شبوة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: تطورات الأحداث في شبوة والمواجهات بين الشرعية ومسلحي المجلس الانتقالي، ومستقبل الوضع العسكري في محافظة شبوة. كرة اللهب والفوضى الإماراتية في اليمن تتجه شرقا بعد إسقاط العاصمة المؤقتة عدن وإحكام السيطرة على محافظة أبين مسقط رأس الرئيس هادي، لتصل إلى شبوة أحد أهم المحافظات النفطية في البلاد. منذ سيطرة القوات المدعومة من الإمارات على أبين تواصل التحريض الإعلامي والحشد العسكري ضد قوات الشرعية والسلطة المحلية من قبل وسائل إعلام الانتقالي وناشطي، ومعهم وسائل إعلام وناشطون إماراتيون. محاولات إقناع لقيادة السلطة المحلية بتسليم المحافظة لقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات بحجة تجنيب المحافظة الحرب والمواجهات وإخراج القوات الحكومية إلى خارج عتق مركز المدينة، باءت كل مساعي الانتقال بتسليم المحافظة بالفشل لتندلع المواجهات في أطراف المدينة. مواجهات بين قوات النخبة وقوات اللواء 21 التابعة للحكومة الشرعية كان سببها محاولة اقتحام مدينة عتق، ما استدعى القوات الحكومية لإحباط تلك المحاولات وحماية مركز المحافظة. ساعات من المواجهات العنيفة حول مداخل عتق ومحيط الإدارة المحلية والمركز الثقافي وبالقرب من مطار عتق العسكري ومنزل المحافظ، وسط تحليق مكثف لمقاتلات سعودية انتهت بفرض قوات الجيش والأمن سيطرتها على مدينة عتق التي شهدت هدوءا نسبيا وحذرا. نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك أعلن توقف المعركة في عتق بعد أن خسرت قواته في أول جولة صراع مع القوات الحكومية. على لسان ناطقها اتهمت الحكومة دولة الإمارات بتفجير الوضع العسكري في شبوة، مؤكدة أن قيادة القوات الإماراتية في بلحاف هي المسؤولة عن تفجير الوضع في المحافظة. دفعت أبو ظبي بتفجير الأوضاع في شبوة بالرغم من وجود لجنة سعودية وصلت لاحتواء الأزمة. الموقف الإماراتي بحسب مراقبين يشير لإحدى الفرضيتين، إما خلاف في الأجندات والأهداف بين دولتي التحالف، أو أن ما يحدث هو تقاسم أدوار بينهما لتحقيق أهداف مشتركة قائمة على أساس تقويض الشرعية وتقسيم البلاد. نبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة السعودية الرياض المحلل السياسي أحمد رناح. أهلا بك أستاذ أحمد. حياك الله. قراءتك لأسباب انفجار الوضع في شبوة، وبرأيك من المسؤول عن ذلك؟ طبعا انفجار الاوضاع في شبوه المتسبب فيها بالدرجه الاولى هي القياده الاماراتيه المتواجده في بالحه، دفعت بميليشياتها المتمرده ضد الدوله الى تفجير الاوضاع العسكريه واغلاق السكينه العامه بهدف السيطره والسيطره على مدينه عتق ومحافظه شبوه، وبهذا يعني تضع كله يعني نستطيع نقول يعني ان تضع الشرعيه في موقف لا تحسد عليه، بما ان هذه ستكون هي القاصمة للشرعية، أو لو سيطروا عليها ستكون هي الضربة القاضية والقاصمة للشرعية في مواجهة الميليشيات الحوثية. وهذا معروف أن هناك يعني بدأت يعني عملية تخادم كانت غير معلنة وغير واضحة بين الميليشيات الحوثية في الشمال وبين ميليشيات المجلس الانتقالي المتمردة في الجنوب، لكنها ظهرت على السطح وبدأ يعني الوضع ظاهرا ومكشوفا ومفضوحا، ويبدو ان القياده الاماراتيه او ان الاماراتيين يحاولون ان يبتزون الشرعيه وان يبتزون المملكه بحكم سيطرتهم على الملف الجنوبي والمناطق الجغرافيه في المحافظات الجنوبيه، ويضعون الشرعيه والتحالف في موقف يعني لا يحسدون عليه،
إما بالانسحاب وتسليم المواقع والمناطق هذه للميليشيات الحوثية أو الميليشيات الانتقال المتمردة وهي على توافق ووئام مع الميليشيات الحوثية ووضع الشرعية والتحالف في يعني موقف محرج ويعني في موقف أيضا يعني صعب جدا للقبول به. وبهذا أرادت يعني الميليشيات المتمردة في الجنوب والقوى الداعمة لها أن تبتز أو أن تأخذ هذه النقطة بطريقة ابتزازية سخيفة، لكن القوات الحكومية والسلطة المحلية في محافظة شبوة تصدت لهذا المخطط. طيب تبقى معي أستاذ أحمد، تبقى معي وينضم إلينا من على من نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح أيضا. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك وبضيوفك والمشاهدين. أستاذ أحمد، لماذا انفجرت الأوضاع في شبوة ومن المسؤول برأيك عن ما حدث؟ ما في شك أنه الجميع يبحث عن السلام والوئام ويبحث عن استقرار المحافظة، خصوصا أنها مرت تجربة مريرة جدا في مواجهات دامية وتضحيات كبيرة من أبنائها ودمار في مواجهتها مع الحوثي. وللأسف الشديد أتت السلطات المتعاقبة من قبل المعينة من قبل الشرعية لتعاقب هذه المحافظة وتؤذيها وتمارس عليها أبشع أنواع التعذيب من خلال يعني الفساد الإداري والمحاباة وانعدام الخدمات. محافظة نفطية تخيل لا يوجد بها كهرباء لمدة 4 إلى 5 أيام متواصلة، يعني أمور كثيرة جدا. لكن بالنسبة للوضع العسكري الذي وصلنا إليه اليوم، للأسف الشديد بأن هناك المحافظة كان فيها قوات أمنية من أبناء المحافظة وكانت هي من تدير الأمر، وشكلت لجنة أمنية في فترات سابقة وتم الاتفاق على المهام الأمنية. فجأة وخلال قبل يعني شهرين من الآن توجهت لواء عسكري اللواء 21 الذي شكل في بيحان هناك، وبدأ يعني يصل إلى شبوة بطريقة متقطعة حتى تمركز على بعض المناطق المرتفعة فيها وبدأ يبتز الناس، وقليلا قليلا حتى انسحبت الأجهزة الأمنية وأصبحت شبوة أو عاصمة المحافظة عتق منطقة عسكرية، وهذا أمر لا يليق. وللأسف أيضا أن هذه القوات العسكرية تشكل فصيل سياسي واحد وهو حزب التجمع اليمني للإصلاح. لم يشكل هذا اللواء أو هذا الجيش أو هذه القوات بناء على تركيبة حقيقية عسكرية تمثل المحافظة تمثل الدولة، ولكنها مثلت بطريقة حزبية واضحة كما هي القوات الأخرى للجيش الوطني. تطور الأمر حتى وصل إلى مرحلة يعني انخناق سياسي أو اختناق سياسي. حصلت تفاهمات خلال اليومين الماضية على أساس أن ينسحب هذا اللواء إلى الخارج بإضافة للقوات الخاصة، وتمسك القوات الأمنية التي هي مقبولة وهي تقوم بدورها في المحافظة، ولكن يعني انقلبوا فيما بعد على هذا الاتفاق فحصلت المواجهات العسكرية. طيب هذه المواجهات أتت من خارج شبوة إلى داخل شبوة، إذا كان هناك حديث عن الحفاظ على السلم والأمن داخل محافظة شبوة، لماذا هذه العناصر المسلحة التي أتت من خارج شبوة هي اليوم تصعد وتثير المعارك على شبوة والمواجهات؟ أخبرتك ذلك بأن هذا نزق حزبي ضيق جدا يريد يؤذي المحافظة، يريد أن يسيطر عليها. طبعا أبناء المحافظة الأحرار لن يقبلون ذلك. نعم لدينا أجندة سياسية واضحة تماما، لكن نحن طيب نتحدث عن ما رأيك باتهام ناطق الحكومة راجح بادي لقيادة القوات الإماراتية في بلحاف بأنها هي من فجرت الوضع العسكري؟ نحن في الأساس هم من استدعوا التحالف ويتعاملون معه بالطريقة التي تناسبهم. نحن نعرف تماما المشكلة بين بعض القوى المأزومة داخل الشرعية وأشقاء في التحالف وخصوصا الإمارات، وهم ايضا موجهين خطابهم ايضا للسعوديه، ولكنهم يعني يتحدثون بخجل نوعا ما بحكم وجودهم حاليا في المملكه، ولكن ان خرجوا منها سيوجهون كل هذه اللغه وهذا الاتهام الى المملكه السعوديه. لكن نحن انا اتحدث لك الان بانه هذه قوات عسكريه ليس لها يعني حاجه في هذه المحافظه في هذه المدينه. تواصل الامر وهذه القوات بحاجه، يعني هناك معارك مع الحوثي في المناطق في الجبهات الشماليه. طيب يا استاذ احمد، وقد يقول لك احدهم بنفس المنطقه الذي تتحدث به انت ايضا في ظل وجود اجهزه امنيه وعسكريه داخل محافظه شبوه معينه بشكل رسمي وشرعي من الرئاسه والحكومه الشرعيه، لا داعي ايضا لقوات النخبه والحزام الامني ان تتواجد داخل محافظه شبوه ايضا بنفس المنطقه. ونحن نتفق في هذا الامر، قوات النخبه امنيه بالمناسبه وليست عسكريه. وشكلت لمقاتلة تنظيم القاعدة والجماعة المتطرفة التي يعرفها الجميع، وهي أيضا آمنت ووقعت على اتفاقية بأن يقبض الأمن في المحافظة قوات الأمن وأن تخرج، لكن هم رفضوا ذلك، هم أرادوا التصعيد.
أما القوات النخبة الشبوانية أيضا مستوعبة لهذا الأمر، والقوات الأمنية التي سوف تمسك المحافظة هي قوات معينة من الدولة، وبالتالي هم لم يريدوا ذلك، يريدوا عسكرة المدينة. نحن في المحافظة لن نقبل أبدا. أنا من أبناء محافظة شبوة وأدرك تعقيداتها القبلية والاجتماعية والسياسية. هو صحيح أستاذ أحمد، أنت من أبناء محافظة شبوة، وكيف تقبل التهم اليوم التي تقال على أبناء شبوة بأنهم إرهاب، وأن الهدف من معركة شبوة المعركة التي هي على محافظتك هي ضد الإرهاب؟ أقول لك بوضوح، المحافظة عانت من فترات يعني قريبة، والجميع يعلم ذلك، يعني أعلنت فيها إمارة للقاعدة فترات سابقة في عزان، لديها كثير من 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 البؤر الإرهابية المتطرفة التي كانت تخرج من مطابخ الحكومة للأسف الشديد، من بعض القوى المتطرفة. هذا أمر لا يخفى على عاقل على الإطلاق، ونحن ندرك هذا الأمر، والجميع يدركه، وحتى كثير من أجهزة الدول الاستخباراتية تدرك هذا الأمر، ولن نكون نحن في شبوة حاضنة أو نسمح مرة أخرى أن تكون بلادنا حاضنة لهذه الجماعات المتطرفة، حتى وإن تغلفت أو جعلت الشرعية. الحلقة ما زالت مستمرة، وسأعود لك أستاذ أحمد نتناقش في الكثير من التفاصيل. أعود أستاذ أحمد الرناح. أستاذ أحمد، وفق المجريات اليوم الحاصلة في شبوة، يمكن القول أن المعركة تسير لصالح أي طرف؟ هل المجلس الانتقالي قادر اليوم على فرض خياراته، أم الحكومة ما زال في إمكانها الحفاظ على موقعها في شبوة؟ طبعا مجريات الاحداث حسب الساعات السابقه كانت لصالح الحكومه الشرعيه واجهزتها الامنيه والقوات الجيش الوطني المتواجد في المحافظه، واعتقد حتى في الساعات القادمه ان شاء الله، وفي كل فتره وفي كل الاوقات ستبقى يعني السلطه او القوات النظاميه هي المسيطره وهي المتحكمه. هذه قوات من ابناء المحافظه، إلا إذا كان الأستاذ أحمد صالح لا يرى أن بيحان تتبع شبوة فهذا شأنه، ولم تأتي أي قوات من خارج محافظة يعني محافظة شبوة، فأبناء بيحان يتبعون إدارية لمحافظة شبوة، إلا إذا كانوا يرون أنهم ليسوا من أبناء شبوة فهذا شيء راجع له. القوات الخاصة التي جاءت يعني جاءت بطلب المحافظ. طيب ما الذي اختلف من شبوة عن عدن وأبين؟ ما الذي اختلف لتصير الممانعة أقوى نوعا ما والحكومة تستطيع الصمود في شبوة بالاختلاف عن ما حدث في عدن وأبين؟ يا أخي التسلسل، شوف التسلسل التاريخي للمجريات الأحداث خلال الأسبوعين الماضية هي التي قادت إلى انفجار الأوضاع في محافظة شبوة. لو لم يحدث يعني التمرد العسكري للميليشيات الانتقالية في عدن وفي أبين لما حدث أيضا في شبوة، لكن كل هذا عباره عن تسلسل مع يعني معروف وواضح ولا ينكر احد، ولا توجد اي مبررات اخرى لهذا الصراع. الصراع قادم من عدن ومن الضالع ومن عدن ومن ابين باتجاه شبوة. هذه قوات جاءت واكثر القتلى والجرحى. هذا كلام خطير استاذ احمد رناح، ان تصور ان ما يحصل اليوم في شبوة ان له ابعاد او خلفيات مناطقيه، قد يكون توصيف خطير ربما. يا أستاذي نعم، هذه حقيقة، يعني أن القتلى والجرحى الذين سقطوا في مواجهات البارحة أنهم من يافع، ألقابهم يافع وردفاني وصبيحي، وهذه أسماء قليل يعني من أبناء شبوة. لكنك استمعت إلى كلام الأستاذ أحمد الصالح عندما قال أنه كان هناك اتفاق ربما على تسوية معينة للملف الأمني وتم الانقلاب عليها. يا أخي بالمنطق يا أخي، كيف تأتي بقوات من الضالع ومن يافع ومن ردفان لكي تحل محل أبناء المحافظة؟ جحد الحنش هذا قائد اللواء 21 عولقي من أبناء المحافظة ومن القيادات التي كان لها الدور البارز في تطهير المحافظة من الميليشيات الحوثية، يعني القائد القوات الخاصة في بيحان العكب هذا من يعني يده مقطوعة ورجله مقطوعة من مواجهات الحوثي ومن أبناء محافظة شبوة، وايضا علي مجور والدحبول وبرعديه كلهم هؤلاء ابناء محافظه شبوة. كيف تاتي تقول لي اخرجوا من المحافظه لكي تاتي بقوات من خارج المحافظه من محافظات اخرى؟ طيب ننقل هذه يعني النقطه وهذه التساؤل للاستاذ احمد الصالح. لا يستقيم هذا الكلام مع المنطق ومع العقل. طيب ننقل هذه التساؤلات للاستاذ احمد الصالح. استاذ احمد الصالح عندما يطرح طيب استاذ احمد ابقى معي، استاذ احمد الصالح عندما يطرح موضوع المعارك اليوم في محافظه شبوه يطرح ايضا تساؤل، من يطلب من الخروج من محافظه شبوه اذا كانت الاسماء التي ذكرت على لسان استاذ احمد الرناح واليوم يتم تداولها ايضا على السوشيال ميديا انهم قيادات عسكريه وامنيه من ابناء محافظه شبوه حاربوا وضحوا باجسامهم واجسادهم كما ذكر في معركه الانقلاب ضد ميليشيا الحوثي واليوم يطالب بالخروج من شبوه، ردك؟
طبعا هذا كلام لا احد يستطيع ان يردده عاقل على الاطلاق، لا احد يقول لابن محافظه او ابن بلد اخرج من منطقتك او محافظتك ابدا، نحن نتحدث على صفات اعتباريه وعلى جهات رسميه. هناك الويه عسكريه مثل ما ذكرت لك سابقا دخلت بطريقه غير قانونيه حتى القانون يرفضها تماما. وبالتالي عندما نتحدث عن لواء 21 وقوات كانت موجوده في منطقه معينه تم نقلها بطريقه غير صحيحه، لا يوجد قانون ولا يوجد هناك اوامر عسكريه حقيقيه الا المحافظ اصلاحي والقوات هذه اصلاحيه فتم استدعائها. يا سيدي العزيز، تكوين هذه القوات في الاساس كان خاطئ من اساسه، عندما تكون القوات بطريقه حزبيه سوف تضر الوطن وهذا ما حصل. طيب استاذ احمد، الان نقطتين انت اشرت اليهما، طيب نتناقش في نقطتين اشرت اليهما، نقطتين مهمتين. النقطة الأولى عندما تقول غير قانونية والقانون وتذكر التوصيف القانوني، ما الصفة القانونية والصيغة القانونية اليوم لقوات حزام الأمن والنخبة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عندما تقول جهات إصلاحية والأستاذ أحمد رناح يقول عسكريين ومسلحين من الضالع، الذهاب نحو هذا المنحى وتصوير المعارك بهذه الصيغة المناطقية العصبوية، من يخدم من؟ نحن لا نصعد الامر في طريقه مناطقيه ابدا ولا نقبل ذلك على الاطلاق، لكن عندما اتحدث على قانونيه اتحدث لك على قانونيه حقيقيه. بالنسبه لقوات النخبه الشبوانيه في تاسيسها اسست بناء على غطاء التحالف العربي عندما حصل فراغ امني بناء على التفويض الدولي لها، وبالتالي هذه قوات رسميه تابعه للتحالف العربي، مولت وسلحت ويدفع اجورها ودربت وضحت ايضا من اجل استقرار المحافظه، والكل يدرك هذا الامر. طيب. وبالتالي عند لم تفرض نفسها على الاطلاق ان تاتي تسيطر على منطقه بقوه سلاح على الاطلاق، لكنها ستدافع عن تطلعات الناس وعن احلامهم وعن مشاريعهم اذا ما تم يعني اراده اخرى تريد ان تكسر ارادتهم. يعني اليوم يتم جلب القوات التي موجوده اليوم ليست قوات التي تستطيع المواجهه او الوقوف في وجوه ابناء شبوه على الاطلاق مهما خيل لها ابدا. يا استاذ احمد، شكلت بغطاء من التحالف، لكن بعد المسجدات الاخيره هذا الغطاء سحب منها. اليوم التحالف والرياض يقولوا عنهم بانهم تمرد مسلح. لم نسمع ذلك. اذا اعلنت المملكه العربيه السعوديه بصفه رسميه بان التحالف سقط وان هذه القوات لا تتبع لها سيكون لكل حادث حديث، لكن نحن اليوم لا زلنا نتحدث على معركه قائمه وعن شراكه وعن تحالف قائم وعن شرعيه في المنفى بالمناسبه. هؤلاء يقاتلون عن من؟ يا رجل سقطت عدن وبيانات صدرت عن الحكومه الشرعيه، الحكومه التي يتبعها الرئيس عبد الرب منصور هادي او هي تتبع الرئيس، والرئيس هو من جلب التحالف واستدعى التحالف. هذه بيانات مثل ما قلت لك، ما انت تعرف توجهها وتعرف خطابها. مثل ما قلت لك هذه الشرعيه في الاساس يعني مائله ميله كبيره جدا بحكم اختراق قوى سياسيه معينه لها، ونحن نحن مواطنين بالمناسبه ولدينا حق في هذه الدوله وفي هذه الارض ولنا صوتنا ولنا كلمتنا. نحن لا نقول لاحد اخرج بناء على منطقتك ولا على قبيلتك، وحتى الحزبيه يفترض بها ان تكون مشرعه بناء على القانون، لكن عندما تشكل الدوله مؤسسات وجهات عسكريه وحتى جهات اداريه كلها من حزب وكيان واحد وتوجه اعلامي واحد، هنا نجد انفسنا في خطر، وبالتالي يجب علينا واجب الدفاع عن انفسنا والذود عن مشاريعنا وتطلعاتنا. اليوم تاتي ايضا جزء من دعم كبير جدا من المنطقه العسكريه الثالثه من مارب، معدات واسلحه وحشود وجنود، بينما جبهات الحوثي تركوها فارغه ولا يقاتلون فيها، وكل الامر يعني ركزوا على شبوه وعلى عتق. يجب عليهم ان يدركون كلهم هذه رساله للجميع، شبوه لن تقبل اي احد، اي جهه مهما كانت عسكريه او حزبيه سيتم اخراجها اليوم او غدا. قواتنا ستكون لهم بالمرصاد. لم يشارك في هذه المعارك التي امس الا كتيبتين فقط من النخبه الشبوانيه، لدينا اكثر من 14 لواء عسكري بكل عدتها وعتادها، وكان ما في الامر انهم يريدون الحفاظ على المدنيين وعلى السكينه العامه والتقليل من الخسائر. من يدعم كل هذا الجيش؟ تخيل استاذ احمد صالح، هذا الجيش وهذا ال 14 لواء العسكري من يدعمهم اليوم؟ من يمول ومن يدعمهم؟ يدعمهم التحالف ويحظون بغطاء شعبي من كل ابناء المحافظه مثل ما قلت لكم. طيب استاذ احمد، التحالف عندما يدعم هذا الجيش، طيب اشرح لنا وجهه النظر، التحالف عندما يدعم هذا الجيش وبالتالي يستنكر هذه التصرفات التي يقوم بها مسلحي وقوات المجلس الانتقالي، يعني ما الذي يحدث؟ يمكن ان تسال اي احد من التحالف، نحن نتحدث الان بان هذه القوات ليست موظفه من التحالف، نحن نتكلم عنه انشاها التحالف، لكنها قوات جنوبيه خالصه باراده جنوبيه خالصه، واضح توجهها، قدمت تضحيات، حررت المكلا من القاعده التي سيطرت عليها لاكثر من عام، وحررت عزان، وحررت حبان والمناطق هذه التي كان ينتشر فيها القاعده والصعيد والمصينعه، بينما كل هؤلاء كانوا هاربين في الفنادق ولم يكلف انفسهم، اين كانوا هؤلاء عندما كانت القاعده موجوده؟ اين كانوا عندما كانت القاعده تفرض بالنقاب التفتيش وتوقف الناس وتختطف وتقتل وتصور ابنائنا ورجالنا؟ اليوم اتون اللي يزايدون على الناس،
يا سيدي العزيز، إن أرادوا حل هذه المشكلة فالموضوع بسيط جدا، عليهم تطبيق القانون بإخراج هذه القوات العسكرية وعودتها للجبهات مرة أخرى، ثم العودة إلى حوار سياسي مثل ما دعت له المملكة العربية السعودية وخلق فرق سياسي حتى يتم مرة أخرى غربلة هذه القوات كلها. سأعود أستاذ أحمد وأسألك طيب سأعود وأسألك في اللحظة التي المملكة العربية السعودية تدعو إلى الحوار في السعودية حدث ما حدث في شبوة. أستاذ أحمد رناح، اليوم ما هي خيارات المجلس الانتقالي وأيضا الحكومة الشرعية ومن خلفه التحالف؟ ولا يعني لا يحمل أي صفة قانونية ولا أي صفة شرعية لهذه الأعمال التي يقوم بها. هناك جزء من كلامك أستاذ أحمد، هناك جزء من كلامك لم يكن على الهواء. لو تعيد الفكرة أستاذ أحمد رناح، لو تعيد الفكرة، هناك جزء من كلامك لم يكن على الهواء. سألتك عن خيارات المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية ومن خلف التحالف، تفضل. قلت لك أن خيارات المجلس الانتقالي هو أن يفرض نفسه بقوة السلاح والسيطرة على أكبر مساحة من الجغرافيا. المجلس الانتقالي يرى أنه البصير على الجنوب، وكأن الجنوبيين هم من انتخبوه في انتخابات حرة ونزيهة، وأنه مشار يعني قانوني. وجود المجلس الانتقالي من الأصل ليس قانوني، وهو ولد من رحم القوات الإماراتية. لكن أستاذ أحمد، بفعل الأمر الواقع اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم يقول أنه الحامل للقضية الجنوبية، وإذا كنت تتحدث عن انتخابات أنه لم يختاره أبناء الجنوب، أيضا أبناء الجنوب يقال أنهم لم يصوتوا للرئيس عبد الرب منصور هادي ولا لشرعيته. بل صوتوا، من قال لك انهم بل صوتوا للرئيس عبد الرب منصور هادي اكثر ابناء الجنوب، ورغم انه يعني انه القوى المتمرده حاولت الرفض في الانتخابات. لكن دعني اتحدث عن المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي ليس قانوني وليس شرعي، وليس من المنطق ولا العقل ولا القانون ان يفرض هذه القوه او يعني ان يفرض نفسه بقوه السلاح على هذه المناطق الشاسعه من الجنوب. وبالعقل وبالمنطق وبالتاريخ وبالقانون وبكل يعني الأفكار المنطقية لا يمكن أن تسلم جهات نظامية رسمية شرعية معترف بها دوليا يعني سلطاتها وأراضيها لجهة أو لطرف غير قانوني وغير شرعي فقط بقوة السلاح. السلاح ليس قانون، لو كان السلاح يفرض يعني القانون والشرعية لكان الحوثي قانوني وشرعي، لو كان السلاح يفرض القانون والشرعية لكانت القاعدة قانونية وشرعية، لو كان السلاح يعني يفرض القانون والشرعية لكانت كل القوى المتمردة في أنحاء العالم قانونية وشرعية. السلاح لا يفرض القانون ولا الشرعية، السلاح فقط يفرض القوة والإرهاب والتمرد والقتل والعنف والتدمير فقط، لا يعني ولا يستطيع أي جهة متمردة بالسلاح أن تكون في الأخير شرعية أو قانونية. وخيارات طيب. المجلس الانتقالي هي فرض سلطة أمر واقع. طيب. لكن الأستاذ أحمد الصالح والكثير من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي يقولون أن معركة شبوة لم تحسم وأن ما زال بقدرة القوات المجلس الانتقالي حسم معركة شبوة وانتزاعها. بإمكان أي طرف أن يقول ما يشاء، والمعركة سجال وفر وفر ولن تنتهي المعركة، هي عبارة عن جولات من الصراع، لن تنتهي المعركة لا في شبوة ولا في أبين ولا في عدن ولا في غيرها من المحافظات الجنوبية. يجب أن تعود الشرعية الحاملة القانونية لكل والمعترف بها دوليا لكل مشاريع الدولة. يعني لا يمكن لهذه السلطات يعني المدعومة والممولة والتي لا تملك قرار نفسها أن تفرض إرادتها على الجنوب ولا على الشعب اليمني، لا في الشمال ولا في الجنوب، وسيقاتلها اليمنيون وسيدافعون اليمنيون عن شرعيتهم وعن دولتهم وعن بقائهم كدولة بين العالم. إذا ما سيطرت هذه الميليشيا سواء في الشمال أو في الجنوب، بالله ماذا بقي لليمني في أي مكان في العالم يعني من صفة يعني قانونية؟ حتى جواز سفره الذي بجيبه والذي يتنقل به سيصبح لاغيا. فالناس تدافع عن دولتها وعن بقاء دولتها مهما كان فسادها. طيب الكثير من النقاط أثرتها أستاذ أحمد رناح، وأريد أن نبحث عن إجابة لها ورد من الأستاذ أحمد الصالح. أستاذ أحمد الصالح، اليوم في ظل الجدل الحاصل عن تمثيل من يمثل أبناء الجنوب كل ما حدثت معركة وتطور في الأراضي الجنوبية، بالنسبة لموقف قبائل شبوة، كيف تحلل موقف القبائل وتنظر أنه لصالح من اليوم في المعركة الحاصلة؟ لأن هناك من يقول بسبب الثبات الذي حصل لقوات الحكومة الشرعية وتراجع قوات المجلس الانتقالي كأن القبائل هي مؤيدة اليوم للحكومة الشرعية وضد تصرفات وممارسات قوات المجلس الانتقالي.
هو ما في شك بأنه شبوة لها خصوصية يعني في هذا الجانب الاجتماعي، لكن دعني أؤكد لك بوضوح ليس من باب يعني الرغبات والتماني، ولكن من باب الوقائع ومن باب التواصل ومن باب الإعلانات. يعني غالبية أو السواد الأعظم من قبائل شبوة وشخصياتها الاجتماعية المرموقة والمؤثرة في المجتمع يعني تدعم المجلس الانتقالي وقوى النخبة الشبوانية وهؤلاء أبنائها. وبالمناسبة قوات النخبة الشبوانية مكونة من كافة القوى، لا تمثل خليط سياسي واحد، وهذا عكس القوات التي تمثل اللواء 21 أو غيره. وأؤكد لك أنه ما حصل في عتق بالأمس لا يوجد أي انتصار على الإطلاق لما تزعم به يعني هذه القوى أنهم حققوا انتصار على الإطلاق. كل الأماكن التي كانت فيها قوى 21 هذه التباب التي موجودة فيها تم أخذ منهم وسط المحافظة ودخول قوات النخبة فيها، ولا زالت مسيطرة عليها الآن، والآن يتم إعادة تعبئة مرة أخرى لدحر هؤلاء من كل مناطقهم. لا يوجد لهم تقدم ولن ينتصروا على الإطلاق، لا أحد ينتصر على واحد في بلاده وبين حاضنته وبين أهله وهو يمثل يعني نزق حزبي ضيق أبدا، هذا أمر لن يقبل أبدا. شبوة كانت ولا زالت يعني الرهان العظيم لأبناء الجنوب لكسر كل المؤامرات المستوردة لأي مشاريع غير مقبولة في الجنوب. عندما يتحدث لك حول موضوع استفتاء ومش عارف إيش، نحن قلنا أنه مع الرئيس هادي، بينما الجميع يعرف وهذا أمر واضح يعني منطقة الوضيع، منطقة الرئيس هادي نفسها حركت صناديق الاستراء في يوم انتخابه، وكل مناطق الجنوب رفضت ذلك، ومع ذلك اعترفنا بشرعيته بناء على أننا سنحارب الحوثي ونقاتل في خندق واحد، ولكن هذه الحكومة تعود مرة أخرى لتقاتلنا. وبالآن حتى الحديث النزق الذي يتحدثون عنه يريدون فرض أمورهم علينا بالقوة. يعني تخيل أنهم يتحدثون بهذه اللغة اليوم وهم في المنفى ولا يوجد معهم دولة وصنعاء مع الحوثي. من يا أستاذ أحمد، من الذي يريد اليوم أن يفرض أمر واقع بقوة السلاح؟ الأستاذ أحمد الرناح يقول لك لو كان السلاح يفرض قانون وشرعية لكانت هذه هي اللغة السائدة في كل العالم، لكن هذا غير مقبول ولا أحد يقبل بذلك. السلاح يحمي تطلعات الشعب، من لا يعني نحن نعم نؤمن بالسلام وقمنا بثورة سلمية الكل يعرفها وأنت تعرف ذلك، حراك سلمي من 2007 إلى 2015 وقدمنا أكثر من 1300 شهيد في ثورة سلمية، وعندما فرضت علينا الحرب أخذنا السلاح وقاتلنا، واليوم نحن نحافظ على مكتسبات شعبنا بالسلاح، ومن لا يملك السلاح سيبقى في فنادق الرياض وهم يعرفون ذلك. وهل التوقيت مناسب؟ وهل هذا التوقيت مناسب؟ عبايات نسائهم من صنعاء. هل هذا التوقيت مناسب؟ في السياسة التوقيت المناسب هو أن تستغل ظروف الطرف الآخر، خصوصا عندما لا يسمع لك ولا يريد شراكة سياسية. نحن لسنا جمعية خيرية أو جيران عشان نحترم بعضنا البعض، نحن نتحدث على مشاريع سياسية قائمة مشروعة لها حاضنة شعبية حق مكتسب أيضا ويكفلها كل الشرائع، وبالتالي سنحققها شاء أو أن أبو، سنجعلهم يصرخون من أي مكان وسنحقق نحافظ على مكتسبات شعبنا في الأرض ولا نخافهم وهم يدركون ذلك. نحن كنا فقط نريد أن نحافظ على ماء الوجه لهم ليبقون بحكم أنهم من أبناء بعضهم من أبناء المحافظة، لكننا لن نقبل بأي حال من الأحوال وجود هذه القوات مهما على صوتها ومهما تخيل لها بأنه سيقف معهم فلان أو علان. طيب أستاذ أحمد، سأعود لك في نقطة الحفاظ على مياه الوجه، لأن هناك من حلل معركة شبوة أنها بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم انتحار. أعود للأستاذ أحمد الرناح. أستاذ أحمد الرناح، هل الحكومة الشرعية اليوم والتحالف خلفها على رأس السعودية قادرين على الحفاظ والصمود في معركة شبوة؟ طبعا قادرين، وليست يعني شبوة هي يعني هي النقطة المهمة أو المفصلية أو يعني التي ستتوقف عليها الشرعية. الشرعية ستبسط سيطرتها على كل المناطق سواء في الشمال أو في الجنوب، المناطق التي سيطرت عليها القوى المتمردة بقوة السلاح سواء في عدن أو في صنعاء، وهذا واجب الشرعية ولا يمكن أن تتخلى عنه الشرعية سواء يعني بدعم التحالف أو بغير دعم التحالف. هذا واجب وطني تتحمل مسؤوليته الشرعية، وتتحمل مسؤوليته الرئيس هذه بصفته المسؤول الأول عن يعني حياة الناس وحياة يعني الشعب اليمني وأمورهم وشؤونهم كاملة. لكن هذه الشرعية هي نفسها من كانت يوم 10 أغسطس. طيب هذه الشرعية هي نفسها التي كانت يوم 10 أغسطس في عدن وخسرت عدن، اليوم في شبوة ما الذي اختلف؟ طبعا هذه يعني كانت طعنة قدر لم تكن الشرعية تتوقعها، تحدث يعني من حليف يدعي أنه معها وأنه جاء من أجل يعني استعادة شرعيتها ودحر الميليشيات الإيرانية من اليمن ومساعدة الشرعية، لكن حدثت هذه الطعنة القادرة وهي لم تكن متوقعة، وطبيعي أن يحدث فيها انتصار لهذه القوى المتمردة لأنها
لم تكن يعني الشرعيه مهيئه نفسها لاي مواجهه عسكريه في تلك المناطق. لان احمد النحلي مقاطعتك واشكرك جزيلا. مر وقت الحلقه سريعا وتجاوزنا الوقت المخصص للحلقه. اشكرك جزيلا استاذ احمد الرناح، واختم باخر دقيقه مع الاستاذ احمد صالح من نيويورك. استاذ احمد، عن قراءه ان الوضع يختلف سياسيا وعسكريا واجتماعيا في شبوه، وان ذهاب المجلس الانتقالي اليوم الى شبوه انتحار بالنسبه للمجلس، ردك؟ غير صحيح على الاطلاق. المجلس الانتقالي يحظى بحاضنه شعبيه كبيره جدا في شبوه في كافه المديريات، والدليل على ذلك ان المجلس الانتقالي وقوات النخبه الشبوانيه تسيطر على اكثر من 80% من مساحه المحافظه. يعني كل مديريات المحافظه تتبع المجلس الانتقالي باستثناء بعض اطراف المنطقه بحدود المأرب والبيضاء بحكم ظروف معينه بعد مخرجات الحرب فقط، وهذا الامر سيتم اصلاحه. اما المحافظه كلها من رضوم مرورا بكل المديريات الساحليه وجزء من الصحراويه وبنصاب ومرخى، ويعني والكل يعرف هذا الامر، وبالتالي هذه حاضنه والكل يرحب بهذه القوات. حتى بالامس اتت كثير من القبائل لدعم قوات النخبه، فاعلنت قوات النخبه رسميا بانها ليست بحاجه لاي احد، لديها الكفاءه الذاتيه ان تقوم بالدفاع عن نفسها وعن ابناء الشعب وعن تطلعاتهم، وبالتالي تحظى بحاضنه شعبيه. وعلى هؤلاء الا يقفزون على الواقع على الاطلاق، لا يخيل لهم ابدا شبوه مختلفه عن ما قبل 2015، مختلفه عن ما اي قبل تاريخ اخر. ولن يسمح ابناء الشبوه ممثلين بالمجلس الانتقالي وتطلعاتهم الجنوبيه باي احد أن يختزل الدولة تحت مظلة الشرعية ويأتي ليقاتلهم بها تحت أي علم أو راية. هذا أمر نحن تجاوزناه، وبالتالي يا سيدي العزيز نحن نقول مرة أخرى بأن هناك مجال لهذه القوات أن تحكم عقلها وأن تحاول أن تحقن دماءها وأن تغادر بسلاحها وتعود إن أرادت قتال تروح إلى جبهة. ونختم معك بهذا القول أستاذ أحمد الصالح، شكرا جزيلا لك. مضطر لإن هذه الحلقة، انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم زميل عبد الرقيب الأبارة، في أمان الله.